معاناة وأزمة إنسانية يعيشها سكان الموصل بسبب انهيار الخدمات ودمار الشوارع والمجاري في المدينة التي شهدت حملات عسكرية ودمارا شاملا وسط وعود حكومية لم ينفذ منها شيء على أرض الواقع. والله الخدمات صفر، ماكو لا شغل لا عمل، يعني الموصل اللي وضعها تعبان بشكل، الوضع الموصل تعبان حيل، اهل الموصل اللي وضعها تعب، يعني لا تعويض لا خدمات لا شغل لا عمل، امور داكه بشكل يعني بالموصل. منطقه المحطه يعني ها صار لها سنه لحد انا ما مبلطها. يعني تعذينا منها فرد اذيه بشكل، النفر اللي يصعد يعني بطيانه الى خلينا نقول الى ساقو. ما يعني فرد معاناتنا فرد مرة، صار لها سنة يومية يبلطون ويومية يطلعنا شغلة صفحة. هذه الأزمة الخدمية في الموصل جاءت على الحياة المعيشية واليومية للأهالي، فولدت أزمة اقتصادية بسبب توقف الحياة، وزادت من نسب البطالة والفقر في مدينة لم تصح بعد من دمارها وخرابها الذي بقي شاهدا وشاخصا حتى اليوم. يعني لا شغل لا عمل، العالم كلها قاعدة، شباب بطالة يعني يتوظف، وهذا اللي يتوظف ماكو وظيفة، ماسك له بطل ماي على الرابع يروح يبيع بطل ماي، هو خريج أبوك صارف عليه دم قلبه، يرجع يبيع ماي لو يبيع كيك لو يبيع كلينز، غير شوية حركون الشباب هاي تشتغل تعمل حتى ينتجون يعملون. انهيار الخدمات في الموصل يعكس واقع البلاد التي شهدت بعد عام 2003 غيابا شبه تام للخدمات وانهيارا شاملا للبنى التحتية في وقت تغرق الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ بملفات فساد مالي وإداري تسببت به كتل وأحزاب وميليشيات، فكان المواطن العراقي هو الضحية.